دقيقة إخبارية من الأردن اليوم، أهلا بكم. مصدر حكومي في إقالة مسؤولين على خلفية حادثة الويبدا. مغادرة 9 مصابين بانهيار الويبدا المستشفى والصحة تكشف تفاصيل الحالات. اقتصاد النواب تشرع بمناقشة معدل المنافسة. الضمان تعتمد مستشفى الحياة ضمن قائمة الجهات الطبية لعلاج إصابات العمل. إطلاق منصة إلكترونية لترويج الفرص الاستثمارية بالمملكة. جلسة توعوية حول الجرائم الإلكترونية بالأغوار الشمالية. دور اليد ينطلق الجمعة بمشاركة 8 فرق. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الأردن.com.